افتتحت فعالية مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 34 التي تستضيف المغرب كضيف شرف، وذلك بمشاركة 85 شريطاً من 25 دولة. وتحضر السينما المغربية في هذا الموعد السينمائي من خلال 4 أشرطة ستعرض في فقرة البانوراما المغربية. وخلال حفل الافتتاح جرى تكريم عدد من السينمائيين العرب تقديرا لهم على إسهاماتهم في تطوير الفن السينمائي في الوطن العربي. وبعد حفل الافتتاح تم عرض الشريط السوري دمشق حلب للمخرج باسل الخطيب، والذي لعب فيه دور البطولة الفنان دريد لحام،